الى مشنن جديد يوصل الى الطيران الى محمد كبير. محمد كبير عبود اخبار العالم والشبه وزيبك يا عيني يا زيبك يا ويلة زيبك نفس البخير اعيني عليك يا حسن يبتك كبير تمشي مش وسط الزحمه والدوله المفيشه قوم المشى يا ترنى قوم المشى نشوف الزحمه والدوله تحية طيبة لقناتكم الموقرة وكل عام وجميع الليبيين والأمة الإسلامية بألف خير. طبعا اليوم في مدينة الحبيبة مدينة شحات دوري صالة دخيل النسخة الثامنة 2022. هذا الدوري يقيم بالمجان، الهدف منه كان لإبعاد الشباب عن ضغوطات الشارع ومن نقص السيولة وغلاء الأسعار. هذا الدوري يقيم أيضا لإعطاء الشباب فرصة لإثبات مواهبهم، الشباب الذين لم يتحصلوا على مواهب على فرصة في أندية لكي يثبتوا جدارتهم وموهبهم، وأيضا الاحتكاك في احتكاك مع اللاعبين من الدرجة الأولى ومن الممتاز ومن الدرجة الثانية. فألف مبروك للفريق الفائز وهارد لك لكل الفرق التي شاركت باسمي وباسم لجنة هذا الدوري. مود يونس تخيل اليوم طبعا المباراة النهائية للبطولة الثامنة الدوري صالة أبو دخيل، وكانت مجهودات رائعة من كابتن عيسى تخيل والشباب. الحمد لله ربي ما وفقناش، مبارك للفريق معك قرنادة وهارد لك جماعتنا، إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين.